صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 110 لسنة 2023 بتعيين مدير في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وذلك بناء على عرض رئيس المجلس الأعلى للبيئة جاء فيه تعين السيدة سارة أنيس محمد الرواعي مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة